الفنانة الراحلة سميحة توفيق كانت تمتلك جمالاً من نوع خاص، فضلاً عن أنوثة أهلتها للقيام بأدوار الإغراء في بعض الأفلام. ولدت سميحة في محافظة المنيا 13 مايو عام 1928. كانت ترتدي الحجاب وعمرها لا يتجاوز 14 عاماً، إلى أن ذلك لم يمنع يوسف وهبي من الذهاب لوالدها طالباً منه السماح لها بالدخول إلى عالم الفن. ساعدها يوسف وهبي في بداية مشوارها الفني، وبدأ يقترح اسمها على المنتجين والمخرجين لتظهر في أدوار الراقصة، ولكن سرعان ما تمردت سميحة على هذه الأدوار وقدمت أدوار مختلفة. كانت بدايتها تبشر بأنها ستنافس نجمات السينما في ذلك الوقت، خاصة وأنها كانت تقدم لون يختلف كثيرا عن الذي تقدمه ماجدة الصباحي وفاتن حمامة، ولكن إصابتها بأمراض كثيرة في سن صغير جدا أبعدتها عن العمل الفني. أصيبت سميحة بمرض الكبد ولم تجد من يقف إلى جوارها سوى الفنانة الجميلة تحية كاريوكا التي تحملت تكاليف العلاج كاملة. كما هاجمها مرض هشاشة العظام، فكانت عندما تؤدي مشهد ترتدي فيه فستانا عاريا تعاني بعدها أسبوعين من آلام في العظام، فكان سببا في عدم تحقيق حلم النجومية بالنسبة لها. في حوار صحفي لها قبل رحيلها بفترة قصيرة، أكدت سميحة أن ابنة عمتها نعيمة عاكف لم تساعدها في بداية مشوارها الفني، حيث وقفت إلى جوارها الفنانة تحية كاريوكا وصفتها بأنها بنت جدعة وامرأة بميت راجل، ولم تشعر نحوها بالغيرة كما أشيع في ذلك الوقت، بل على العكس أنقذتها من براسن الملك فاروق والذي عرف بتعدد علاقاته النسائية وفقاً لحوار سميحة توفيق. تزوجت سميحة من ضابط طالبها بالابتعاد عن الفن، ولبت له طلبه في البداية، وبعد انفصالها عنه عادت للفن مرة تانية وتزوجت بعده من الموسيقار عطية شرارة. روت سميحة قصة حب الفنان فؤاد المهندس لها قبل زواجه من الفنانة شقار، وعرض عليها الزواج فكان ردها خلينا إخوات، وأضافت في حوارها أنها كانت تلمح في عينيه حب العشاق. وعندما ضاق بها الحال كان فؤاد المهندس من أوائل الناس الذين مدوا لها يد العون إلى جانب الفنانة شادية التي ظلت حتى آخر أيام حياة سميحة توفيق تساعدها ماديا، خاصة وأن آخر أعمال سميحة كان مع شادية في مسرحية ريا وسكينة. توفي سميحة توفيق بعد أن اعتزلت الفن بسنوات طويلة، حيث رحلت في يوم 11 أغسطس 2010 عن عمر ناهز 82 عاما. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أسر الثقافة.